فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الحمد لله الذي كتب لنفسه البقاء وكتب على عباده الفناء، قال سبحانه وتعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله بيننا حيا باقيا. هذه رسالتي لأخي وحبيبي الشيخ محمد ياسين بديترويت بميشيغان، وعزيه في هذه الرسالة بوفاة الوالدة الحبيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه. هكذا حال الدنيا، ولكن العزاء أن سنلتقي في الآخرة ولا نفترق أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه معها في جنة الفردوس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من يؤمن على هذا الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. Dear brothers and sisters, I heard sad news about the death of my beloved brother, Sheikh Muhammad Yasin, in Detroit, Michigan. So I'm asking everyone to make dua for the deceased and to ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant steadfastness for Brother Muhammad, our beloved Imam, and make him among those who accept the decree of Allah Azza wa Jal and among those who are patient and expecting the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah ya mannan ya dhal jalal wal ikram, salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghfir li amatak Muhammad Yasin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir laha wa rahmaha wa afiha wa afu anha. Allahumma akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha. Allahumma aghsilha bil ma'i wal thalj wal barad. Allahumma naqqiha min al khataya wal dhunub kama yunqqi al thawb al abyad min al danas. Allahumma ij'alha as'ad ayyamiha wa as'ad layaliha. Allahumma barrid turbataha. Allahumma tayyib marqadaha. اللهم ألن الأرض من تحت جنبيها، اللهم ألن الأرض من تحت جنبيها، اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أطعمها من طعام الجنة، اللهم ألبسها من لباس الجنة، اللهم افرش لها من فراش الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجزها عن ابنها خير الجزاء، اللهم اجزها عن ابنها خير الجزاء، اللهم تقبل منها يا رب العالمين، اللهم تقبل منها صالح الأعمال، اللهم اربط على قلب عبدك محمد ياسين يا رب العالمين، اجعله من الراضين بقضائك يا رب العالمين. أجره في مصيبته، اللهم أجره في مصيبته برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعه مع والدته في جنة الفردوس، اللهم آمين. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، فما عليك يا أخي الحبيب إلا أن تصبر وتحتسب. جزاكم الله خيرا.